بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في جميع الأمور توكلي، وبالخمسة أصحاب الكساء توسلي، بمحمد وفاطم وابنيهما وعلي. يا أبا الغاث أدركني، يا أمير المؤمنين أدركني، يا أبا الحسنين أدركني، يا فاطمة غيثيني، يا فاطمة غيثيني، يا فاطمة أغيثيني. وصلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة روحي وأرواح من في الوجود، لك الفداء وأقل الفداء، يا مسلوب العمامة ظلما والرداء، يا قتيل العداء، يا محيي الزوار، يا أبو علي. السلام على كريمة أهل البيت قاضية الحاجات، هذه الليلة على بابك يا مولاتي، جمرها جمرها جمرها، يا ليت بآخر الأنفاس أمرها 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 يطفي من لهيب الشوق. والله جمرها جمرها المنية طلعت الأرواح، جمرها حزينة وتندب جاوين خيه، والله لقاها لقاها يا اخوها يا الرضا ما جيت، لقاها من عقب عينك لجل ويلا، لقاها وباللحد وزف الخيط، لقاها يا ايات وسدها الهضم، هاي المنية. بعد شو تقول مولاتي؟ تقول قطعت دروب لابن امي وناجيت وناجيت، لطيوف بغيبة تشكي وناجيت، فزعت لا قاصد والله وناجيت، ولك بشواق نادتني المنية، هي ولك بشواق نادتني، هي المنية. بعد تقول لابن ام الحنين قطعت الدروب، اجيت بلهفتي وبشوق القلوب، وعليه القلب مشتاق
ويلو ابو الشوفت دلالي يذوب لاجن لقيت الما هو محسود. شنو لقيتي؟ قالت حان الاجل والحال مسلوب بديار الغرب غمضت العيون ليش الهوى شم ما يحضرون. اريد انوم الى قبري ينزلون وباب اللحد لي يسدون ورايات العزاء لي ينصبون لكن بي يا وسب ما يدرون. بعد اويلي اويلي معصومة تعاتب طوس شل عذر تقدمينا اسمح العتاب. اخويا ضيب حل عندك وبسمك تضيفينا اخويا طول غيابه ولا جاني خبر منه اقول اليوم لو باكر طيب يرد ضعنا عزمت على الرحيل وجيت لاني ازمع ونا ابو محمد عضيدك راح في غربه غمض عين. قولي قولي جي بيني وبينك آية طوس وتفجعيني أشوفك الأمل عندي وبموتة تحرميني خبر موتة خطف عمري قبل ما تشاهد عيني أبو محمد شريك الروح وبقاعد تدفنينا. اسمع الجواب. صاح الطوس سمعيني يا معصوم الرضا جاني من ساعة الوصل عندي خيج وارتفع شاني صير تربتي جنة وفاخر بيها خلاني مأمون الرجز خانه وخلص عمره وسنينه بعد موت عزيز الشال يا معصومة لحد قبره لا صاب حجر قاسي ولا سم الخرز ظهره ولا جسم بقى عاري تدوس الخيل عالغبرة ولا من صبع مقطوع ولا مقطوع جبينه يا معصومة تعتبيني والله وحقك عليا لا زلتي عزيزة انتي ولا شوفك مسبية ولا صوت الخشين خلمتونك كلها مدمية ولا بحبال مجرورة ولا مجلس تطبينه سمعت بموتة ومدي ما تحملت غيابه ما شفت بطشة راسه ولا بعود الرجل صابه ولا عندك رقية تصيح وينك ما تجي بابا مو مرة انذبح مرات قلب زينب لابو سكينه هذه العظيمة ماتت ولكن ليس بها ضلع مكسور
ولا لطمة على العين ولا مسقطة الجنين. أويلي على الزهراء وإذا بالقام أتوا دار فاطمة، إما أن يخرج عليه أو دخلنا البيت على من فيه. قالوا له في الدار فاطمة، قال وإن؟ يقول اللعين قابلتني بوجه أعشى بصري نورا، رفعت يميني لطمتها على عينها، انفتح الباب لا تسل عما جرى ثم وصار. أسند ظهره للجدار ورجليه في الباب وصار يعصر فاطمة وهي تأن تنادي ومحمد. لم تنادي عليه، وش نادت الزهرة؟ احنا اذا طحنا في مصيبة نادي علي، لكن الزهرة ما نادت علي. شنو نادت؟ قومي يا فضة بالعجل، روحي لعلي الكار، خليه ينظر حالي ونبتة تلمس، ترضى يا حامل جار فاطم يضربه. قولي له الظالم لطم، ولا فاطم على الوج. وظليت من شدة اللطمة أجذب الحاس، التفتت فضة فضة أين علي؟ قالت سيدتي أخذوا ملببا بحمائل السيف، خرجت خلفهم يدا على ضلعها يدا على عينها، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. وإذا بأمير المؤمنين يلتفت سلمان، أدرك ابنة محمد. أتى سلمان، سيدتي أبوك بعث رحمة، وضعيف صوتها. قالت سلمان لطموا عيني صبا، سلمان دخلوا داري صبا، سلمان روع واطفالي صبر، لكن ما على علي صبر يا سلمان. رحمك الله يا ابو يوسف. لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العد، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصي، وهجموا علي داري وساتر ما، والمرتضى قاعد عبر تجري ينظر بعين الباب ناوجه والنيم. لا تلومني ضلع انكسر
درب الباب قو ما قصروا في انعدم من الامر جنك ما تدري هالعبد بياس سقطني المحسن وخلى الجسد نحلا جسم انتحل من ضربة المسمار صدري ولطمة عيوني ودا حلب بيد وكل ما جرت نكبة علي ازداد صب وكظمت غيظي والقلب فايض بلح بعد يا مولاتي قالت وبس عاينت حدار ملبب قايدي واسمعت شبل الحسن يندب راحبه غصبا غصبا علي طلعت خوفي اذبحه تتيتم اولادي عقب فارسل سويت مولاتي قالت ظليت ادافعهم وظنت يرحموني ما لو علي بصوت ظلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب ورممتو قصدي ابث شكواي للواحد الديّا قالها يا زهرة يقلك الكرار روحي ردي على أبوك النبي بالدار نو قالت عقب حدر تراه تروح خلني أزلزلهم خلني أزلزلهم ترى ما بيهم إحسان سلمان خلني يا سلمان اشتكي ذايب فادي يطلع علي الكرار لو زلزل والله يا سلمان الرجس روع هذا جزى المختار من عدهم يا سلمان ما قصروا أجر الرسالة لليوم أدوا سقطوا جنيني والوصي بالحبل قاب ما قصروا حتى الضلع بالباب كس رجعت بعلي من أقسى الأبيات شو تقول الزهرة تعاتب علي تقول وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني والله ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني تروح إلى قبر أبيها تشتكي ما جرى عليها من المصائب أبا يا رسول الله دخلوا داري بعد قالت أمر على عبد وضربني والله ضربني ومن ضربة للقاع ذبني بويا من هالناس ما واحد حشمني بعد مولاتي شنو عندش من شكاية على قبر أبيها بعدك يا بويا هجموا علي من هو إلي من شبوا النار
اسمع الزهراء. أني ورا الباب لني بالأحجاب عصرون يا اياب قوة بالإجداء. بعد مولاتي صرت أبكي وانعي وبخدي دمعي كسروا لضلعي من صاب مسمع. أريدك تتخيل هذا البيت بصوت ضربني برجلة رفسني بيدة صفعني ولاختشى الكرة بصوت ضربني برجلة رفسني بيدة صفعني ولاختشى الكرة. بعد العين حمراء بسبة السطرة واني الزهرة الطاغي تراجع محسن تعفار وضلعي تكسار يا ابويا مقدار أوصف لك الصار أوصف لك الصار أوصف لك الصار. هذه الليلة على باب الكريمة كلنا أصحاب حوائج نخوة يا أخت الرضا المعصومة نخوة يا نخوة يا أخت الرضا المعصومة نخوة يا على بابك يا الجليل واقفين عدنا حاجات وانت تعرفين هل قسم يا فاطمة بجاه الحسين هل قسم يا فاطمة وجاه عباس الوقع بالحومة وجاه عباس الوقع تنقضي حاجاتنا كلنا نريد نخوة بالمظلوم باليمة الشهيد بالعزيز حسين مقطوع الوريد بالعزيز حسين مقطوع بالعزيز حسين مقد بجاه نحر الطاهر وبدموم بجاه نحر الطاهر وبدموم نخويا المعصومة هذه حزتك نخويا المعصومة هذه حزتك وإحنا ما شفنا محتار دخيل بالمسبية زينب عمتك دخيل بالمسبية زينب عمتك تنفرج عن كل موالي همومة تنفرج عن كل موالي تنكشف عن كل موالي تنكشف عن كل موالي. هذه أيامك وأيام البتو هذه أيامك وأيام البتو رافعين جفوفنا بمدمع همو يمتهل صحنك يا مولاة الوصو يمتهل صحنك يا مولاة الوصو بجاه أمك فاطمة المظلومة بجاه أمك فاطمة بجاه أمك فاطمة أشكي لك أحوالي وانت العالمة أشكي لك أحوالي وانت العالمة فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة
ايه فاطمة يا فاطمة اشكي لك احوالي وانت العالم، اشكي لك احوالي وانت العالم. فاطمة يا فاطمة فاطمة اقسم بهامة علي وفضل دم، اقسم بهامة علي وفضل دم. جاه امير المؤمنين ويوم، جاه امير المؤمنين ويوم، جاه امير المؤمنين. ايه اشكي لك احوالي وانت العالم، اشكي لك احوالي وانت العالم. فاطمة يا فاطمة ايه فاطمة اقسم بهامة علي وفضل دمع، اقسم بهامة علي وفضل دمع. جاه امير المؤمنين ويوم، جاه امير المؤمنين، بجاه امير المؤمنين. انت خيب اسمك ونادي بدمعتي، انت خيب اسمك ونادي بدمعتي. فاطمة المعصومة عندك حاجتي، فاطمة المعصومة عندك، فاطمة المعصومة عندك. طلبي من الله يفرج شدتي، طلبي من الله يفرج شدتي. بالحسن بالحسن وبجبدت المسمومة، بالحسن وبجبدت ال... انت معروفة رب وقت الشدد، انت معروفة رب وقت الشدد. عندي انا بيج والله معتقد، فاطمة يا فاطمة نطلب مدد. فاطمة يا فاطمة ايه فاطمة، ايه فاطمة يا فاطمة. بالزكية الطاهرة المهضوم، بالزكية الطاهرة ال... ايه انت معروفة رب وقت الشدد، انت معروفة رب وقت الشدد. عندي انا بيج والله معتقد، فاطمة يا فاطمة نطلب مدد. فاطمة فاطمة يا فاطمة. بالزكية الطاهرة المهضومة، بالزكية بالزكية الطاهرة المهضومة، بالزكية. مولاتي فاطمة بس سمعت خبر عن أخوها ما تحملت، أجل وش حال زينب وهي تنظر إلى الخيل تصعد على صدر. ركبت من الجيمان عشرة ورضرضت صاد، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ضاد. صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوا، بدوسج يا ميشومة هدمتي حصني العا. بعد وش شافت زينب من مصائب، نص الليل يا ابن امي لن طفلة فقدناها،
أثاري فارت بدهشة تحومي وما إلى الخيمة المحروقة جبتها يا عزيز. وإذا بأختي زينب تنادي زينب لطفلين ضايعة. تطلع زينب بأي حال شافتهم تتحمل. شفتهم يا الأخو ميتين واحد حاضن كبير على الصغر حاني يضم عن وحوش الليل ما انطلع الصوف. وإذا بالصوت زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها. بعد قال سب الزجية وشتم أبوغا لما رضت بالصوت ضربوغا. لذلك زينب لما ركبت على الناقة شو تقول؟ تقول أبو علي خويا لا تقول ما عندك مروة. حاشاش يا بت علي لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.